بون ليكيب، السلام عليكم الجماعة اللي تحوس تشري لي بياس بالريفيرونس، كون حابة تبدل بياسة ولا ما لقيتش، خايفة تطيح في بياسة خطيها ولا ما تطيحش على الطوموبيل تاعو في الهيونداي، باش تجيب دو الريفيرونس. بون كاين السيت هذا تاع بودمو، هذا يعطيك بلي ريفيرونس بكل بفاصون اليز، خلاص و سامبل سامبل استعمال. بون يحط لي في بيبليكاسيون كي تدخلوا فيه، كم عندكم طوموبيلات الهيونداي تجيوني يا لاطوس. لاطوس هي هما في الهند يسميوها سونترو، دي لاطوس هيك تخير الموديل اللي جمعت هذوك الان بوان الان بوان زيرو، ولا كيما اغلبيه لي زاطوس اللي عندهم هكا هم هادو هما، ولا هادو سا ديبون لا سيري تاعك. نقولو بار اكزومبل هنا في هادي، تكليكي على الموديل تاعك هنا هنا وين تشوفوا في لاسيرو يعطيكم الكود موتور، هذاك تلقاو مكتوب في البلاكه تاع الشاسي هذيك، جي 4 اش جي ولا اش دي ولا تما، باش تكون دقيق اكثر واكثر كيما دي 1.1 تاع 61 ولا 62 حصان. شو يعطيه لكم اون ديتاي، خلاص عندكم هنا الموتور، هنا البوطا فيتاس والوحيد، الشاسي، الكور، التريسيتي، الانتيريور، كلش تلقاو اليز. ندو مثال باغ اكزومبل في الموتور، تكليكي في تاع الموتور، تكوشي له هنا بون شكل بابورا هاد الفيريفيكاسيون حتولي ديما كاينة. ها كي تدخلو في واحد تاع الموتور منظمينها هكا خلاص، كيما هدا إليمون فيلتراير باتري وشي لي داير بيها لاشين والفكاير تاعها. نزو مثال سيدي كيما هدي سيستم دي شابمون جينيراتور، هاسنا تشوف هنا لي كاش والواحد كي تكليكيو عليها ويعطيكم الشيما تاع الموتور كي يكون تمام ديمونطي، وكل بياسة بالريفيرونس تاع سبيسيال تاع هنداي. بار اكزومبل تحوس على الكاش لي منا ولا الكارتير بيمام بالبولون، كلش بالريفيرونس اكزاكت، تما ما تحقش حاجة اخرى كيما لابيب لا مش لابيب الاخرى لا كريبين تاع زيت، هاي الريفيرونس صح تكليكي عليها هو كيخرجها لك ريفيرونس صح عند هنداي. هاي كيفاه تلقاها النيميرو هذا هو اللي تلقاه مكتوب في الباط تاع البياسه كي تجي تشريها، تما دير ريفيرونس اون ديتاي كيما هنا هاو جوانس بي ولا حاجه هكا الى اخره.